اسمه نقعد شويه بحذاك. اقعد اقعد. اسمعني نقول لك من تو ما تبطاش. كان كاك الممثل التجاري ومستحل في العريض وعندي برفا وكذا. راني لا حتش برفا لا حتش غير شيء. لا 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 ما عندناش برفا ما عندناش برفا. اما عندي حاجه اوفح من البرفا يا حاج. عندك حاجه شنو هي الحاجه اوفح من البرفا؟ ايوه اسمعني وركز معايا بشويه مش اخذ من وقتك شويه. ان شاء الله خير. فيت انا عندي البرويت اللي عشان نجيب عليها الوسخ. يا سيدي شد يا سيدي. شنو هي؟ هذه قائمه. قائمه سميره. شنو؟ قائمه سميره هذيك. قائمه شنو يا سميره؟ وانا سميره قائم. يا حبيبي ما تخافش ماهوش حزب ماهوش حزب. قائمه مستقله. قائمه مستقله اسمها سميره. ترتكز على المشاريع الكبيرة ونشر التنمية بالمناطق الصغيرة. كبك 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 على سميرة. يطلع منها سميرة. شوف البرنامج بتاعنا واقرا تأمل. يا ودي سميرة وي سميرة وي هي. علاش ما تجيش بروحها تدور بروحها قائمتها وتوقف بروحها على قائمتها. يا حاج. ما تدخلوهاش بعضها راهي الخدمة. أنتم ما تعرفوش السياسة. القائمة اسمها سميرة هي ما مدخلها شيء. احنا مش نركزوا على نشر التنمية في المناطق الصغيرة. هي وسميرة من هي؟ يا ودي ايش عندنا في سميرة حاجة؟ قلت لك اسم القائمة. اسم القائمة سميرة. ما توجعليش راسي. خليني انا توريك في المريض قسما العظم. ما تقوليش من هي سميرة ني مانيش باش نسمعك وما تحكي لها حتى برنامج. خلي لها بالبرويتة بتاعك. تشبيك شديت في سميرة يا حاج؟ يا حاج ايش عندنا في سميرة تو خلنا نقنعك بالبرنامج فاهمك البرنامج. شاد صحيح تو في منها سميرة؟ تو البرنامج هذا بتاع سميرة هو. يا ودي تو القائمة اسمها سميرة. من هي سميرة؟ الله مصلي على النبي رئيس القائمة سيدي تحب تعرف من هي سميرة؟ اي رئيس القائمة وريها لي كان عندك وريني تصويرتها بس شوية ساعة ما هيش موجودة تصويرتها ما هيش مترشح رئيس القائمة رئيس القائمة مصاحب واحدة اسمها سميرة فهمت تو؟ حاط باسمها القائمة يحبها ايوه ايش عندنا في هذا تو مش هذا الاشكال كيفاش رئيس القائمة تو مصاحب سميرة يروحوا عمل بها قائمة اي موش حاطها في القائمة هو فهمت ما تجيش هكا ما تجيش هكا تسمي مش قايل كيفاش كيف تجي ما تجي تو مش تفهمني ولا مش تفهمني انت ماكش قاعد تفهم في ماكش قاعد تفهم في يا ودي انا قلت لك انت تعرف السياسه تتعلق على السياسه وري هالي سميري وري هالي في القائمه ما تشوف وجهها يا اخي كيفاش باش تقيمها هنا كيفاش باش تشوف البرنامج من غير ما تشوفها كيفاش باش تصوت لها اذا ما منطق راه هذا ماهيش مترشحه يا حاج ماهيش مترشحه ماهيش مترشحه اسم القائمه سمير راني فهمت خليني فاهمك البرنامج هنا خلينا نفهم ديني راني من نجم نحكم على البرنامج ما نشوف سمير ونقيم البرنامج نتاعي قلت نجم نقول لك تصوت ولا ما تصوتش معاكم ولا مش معاكم بعد نوريها لك سمير والله كان نلقى تصويرتها في الفيسبوك تو نوريها لك خلينا نفهمك انا البرنامج باش تقتنع بالبرنامج انت ودي قسما عظما لا نفهم حد شيء باهي هكا مانيش فاهم حد شيء نتجاوزوا الاسم يا حاج يا ودي وريني سمير انا شو يوريني خل نشوفها ها تو نلوجلك عليها ماهيش موجوده هي في القائمه مش موجوده انا مالك كيفاش نحب نفهمك البرنامج الاول ومن بعد تو نرجع نوريها لك تو مش قلت لي عامله قائمه كيفاش دخلتني بعدي تو يا ودي قائمه اسمها سميره كيما نقولوا اثاث مبروكه ما نقولوا ما عرفش انا حاجه اسمها مبروك قائمه سميره مسعود اثاث مسعود ريستورون با مبروك هي في القائمة تو هي اسمها القائمة اسمها سميرة نتجاوزوا سميرة خلنا نشرح لك البرنامج بتاعنا بالتفصيل شو تبعني باش نشرح لك البرنامج هذا البرنامج باش نشرح نقول سميرة هو يقول لي برنامج هذا فهمني حتى برنامج البرنامج بتاعي نشوف سميرة ونركز مخي ونعمل كويستين ونركح الطاسة تو نقول لك يا معاكم يا مانيش معاك علاش تطول فيها علي